أتيتم إلى السليمانية فلا بد لكم من زيارة سوق سهولكا، هذا السوق الشعبي الذي يسهر كما المدينة حتى ساعات الصباح الأولى. سهولكا هو الاسم الكردي لمعمل ثلج قديم تهالكا، لكن الاسم بقي لسوق يستيقظ في ليالي السليمانية صيفا وشتاء. كل مدن العراق يعني حتى من الفاو للزاخو اللي يجي لازم يمشي بهاي السوق. جاي نتونس ونتعشى هنا ونروح، جايين احنا من بغداد. هنا تنصب البسطات او التذكير وتفتح المحل ابوابها في ساعات المساء حين تنام الاسواق الشعبيه الاخرى في المدينه. نروح السوق اللي شتمه مولوي حتى معزلين كله. كل ما نجي نجي لهذا السوق، شيء حلو مرتب، لفات ومثل ما نقول شعبي، يعني سوق شعبي، يبقى ال 12 ونص الوحده. المرور في هذا السوق تجربة حسية متكاملة، ألوان تخطف البصر وروائح تفتح الشهية ونكهات تنادي المارينا وخليط لهجات كردية وعربية. عبر السنوات والعقود تحول هذا السوق الليلي إلى شريان يضخ الحياة في الدورة الاقتصادية في السليمانية، إذ يلبي حاجات المتسوقين مهما اختلفت طبقتهم، ويوفر مصادر دخل دائمة لعائلات مئات العاملين فيه، وبعضهم توارث العمل هنا أبا عن جد. أنا ابن هذا السوق، كنت أساعد والدي في بيع الفول والآن يساعدني ابني حين لا يذهب إلى المدرسة. أحب عملي وأستمتع بلقاء اليومي مع الناس. سوق سهولكا مساحة يومية للاجتماع والتفاعل الإنساني والعمل، ما يجعله أحد الوجوه المعبرة عن حقيقة هذه المدينة النابضة بالحياة. ملك خالد، السليمانية، الميادين.